النهارده طبعا بحترم وبشكر كل اصحابي، وانا عندي اصحاب زملكاويه زي كل مصري يعني، اللي هنونا على 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 السوشيال ميديا او بعتوا لي رسائل وقالوا لنا مبروك بنيه صافيه، بنيه صافيه، ناس محترمه، والناس دي تراهن عليهم في ان الزمالك بكره يكون احسن ان شاء الله. واحنا بنهزر وبنحتفل وبنفرح على السوشيال ميديا من كل الكلام طبعا، بوستات انتوا عارفين طبعا، الناس اللي داخله يعني او اللي عايشه على السوشيال ميديا اكيد شافت كتير وسمعت كتير على كل شكل ولون، اللي بيهزر واللي بيضحك واللي بيفرح. لكن في النهايه لفت نظري بوست غريب شويه. بوست بيتكلم عن يعني انا شفتها من وجهه نظري عداله السماء. يعني هو شافها طبعا انه هي حاجه تفرس المنافسين او تضايق المنافسين، لكن انا الحقيقه شفتها من وجهه نظر تانية، شفت انها عداله السماء بجد، وانه ربنا ثق تماما انه هو اسمه العدل، هو اسمه العدل، ما يرضاش بالظلم ابدا، وانه حتى لو في لحظه معينه او في مرحله من مراحل حياتك اتعرضت لظلم او اتعرضت لانه حاجه كانت من حقك اتاخدت منك، فربنا هو الوحيد اللي قادر ان هو يعوضها لك. البوست بيتكلم على فكره انه الاهلي ما كانش بطل دوري او كاس، ورغم كده اتاهل للعب مباراه السوبر وكسب السوبر، وانه الاهلي كان ثالث الدوري ومع ذلك اتاهل للمشاركه في افريقيا، بل انه فاز باللقب البطوله، وانه الاهلي ما كانش بطل افريقيا السنه اللي فاتت ورغم كده لعب في كاس العالم وحقق انجاز افضل بكتير جدا من بطل افريقيا اللي اتاهل لنفس البطوله. خد بالك في لحظه من لحظات حياتك بتفتكر انه في حاجه مش كويسه بتحصل لك، لكن دايما ربنا بيبقى شايل لك حاجه دايما افضل، ما دمت بتجتهد، ما دمت بتعمل اللي عليك، ما دمت بتراعي ربنا في كل حاجه او كل تفصيله من تفاصيل حياتك، ثق تماما ان ربنا في اخر المشوار لازم وحتما هيكرمك. وعشان ما اطولش عليكم في المقدمه، احصائيه صغيره كده، لانه بعد البطوله بيبقى في مرحله هدوء بتخليك تبص للامور بشكل مختلف، وانت في يعني في قمه المنافسه وانت في قمه المراحل الصعبه من البطوله، يمكن بيبقى تركيزك كله منصب على فكره انه ازاي تعدي المرحله دي، ما بتفكرش في حاجات تانية. لكن بعد ما بتحقق البطوله او بعد ما بتحقق الهدف ايا كان الهدف، مش بس يعني مش بس كوره ومش بس رياضه، بعد ما بتحقق الهدف لازم تقف مع نفسك واقفه وتشوف اللي اتعمل. وخد بالك عشان في كلام كتير على فكره محاوله التقليل من انجاز النادي الاهلي، وده ممكن يبقى مفهوم من وجهه نظر المنافسين، يعني طبعا يعني في احساس كبير جدا بالعجز، او في احساس كبير جدا بعدم القدره على، هقولها كده بشكل شيك، عدم القدره على الوصول لنفس المستوى من النجاح، فطبيعي يبقى في محاولات للتقليل من الانجاز. لكن ابدا ابدا اوعى تفتكر انه موسم كان بالسهل، او انه الاهلي، او يتم تصوير الامر يعني على انه الاهلي تم تذليل كل العقبات ليه وتم تقديم الدعم الكامل ليه عشان يعمل ده. لا، الاهلي ما عملش ده في ظروف سهله او في ظروف يسيره زي ما بيقولوا. اللي عملناه والمشوار السنه دي واحد من اصعب مشاوير النادي الاهلي في دوري الابطال، وبالورقه والقلم. ولو عايزني اكلمك على الارقام فتعالى عد معايا الاهلي عمل ايه السنه دي. خد بالك ان البطوله دي حصلت في توقيت في ظرف زمني مدته 9 شهور، من اول ما تولى مستر مارسيل كولر المشوار، توليه مسؤوليه الجهاز الفني في النادي الاهلي، بنتكلم على فتره زمنيه 9 شهور. الفتره دي في ال9 شهور دول، السنه التي لم تكتمل دي، الاهلي سافر في المنطقه دي، في الزون دي، في الريجن ده، من المحيط للخليج، ومن اقصى الشمال في قاره افريقيا لاقصى الجنوب. البدايه كانت في تونس اتحاد منستيري، بعد كده دور مجموعات لعبت فيه بره في السودان، ولعبت فيه مره في الكاميرون، ولعبت فيه مره في بريتوريا في جنوب افريقيا، ثم مع الرجاء في المغرب، ثم مع تونس في او مع الترجي في تونس، ثم مع الوداد في المغرب. غير رحله النادي الاهلي اللي استمرت يمكن لحوالي 10 ايام في بطوله كاس العالم، وخاض خلالها 4 من اقوى ان لم تكن اقوى لقاءات الموسم على الاطلاق، بما فيهم لقاء الوداد كمان. انا بشوف انه مواجهات الاهلي في بطوله كاس العالم مع فلامينجو ومع سياتل ساوندرز ومع ريال مدريد فنيا من ناحيه الصعوبه يعني تفوق يعني بشكل كامل ماتشات بطوله دوري ابطال، اسسني ان ده مثلا ماتش الوداد الاخير في بطوله افريقيا. ده غير رحلتين للخليج العربي في الامارات لعبنا فيهم مباراتين سوبر، مره مع الزمالك ومره مع بيراميدز. فبالتالي انت بتتكلم على مشقه السفر في حد ذاتها، وبتتكلم على مشقه
مواجهة أبطال، وبتتكلم على عدد مباريات يفوق أقرب منافس ليك في البطولات المحلية تقريبا بحوالي 5 أو 6 مباريات. فأعتقد أنه الإنجاز ده حصل حقيقة نتيجة مشوار كبير وطويل وصعب جدا جدا جدا. من هنا بتيجي عظمة الإنجاز، وعلى قد عظمة الإنجاز بتكون فرحة الأهلاوية. مبروك، افرحوا بفريقكم، وما زالت إن شاء الله الأفراح هتتواصل.